Ze noemen zichzelf snipers, sluipschutters. Ook al schieten ze niet met scherp of met kogels. Maar in Marokko komen hun acties net zo hard aan. De Marokkaanse snipers filmden de afgelopen maanden stiekem corrupte politieagenten en plaatsen de filmpjes op YouTube. Voor het eerst wordt in het door en door corrupte Marokko heftig gediscussieerd over de alledaagse corruptie. Mensen pikken het niet langer. Maar dat het nog niet eenvoudig is de steekpenningen uit Marokko te bannen, blijkt uit de volgende reportage van de collega's van het programma Dichtbij Nederland. Een politiecontrole langs de weg in Marokko. Wie hier geen zin heeft om door de agent te worden gecontroleerd, betaalt hem gewoon een paar euro. Dat is in Marokko heel gewoon. En niet alleen bij de politie. De makers van deze illegale filmpjes op internet lopen groot gevaar. Want te veel agenten zijn bang hun inkomsten te verliezen. De snipers trekken veel aandacht. Mehdi Sekouri van het kritische tijdschrift Telkel heeft ze als enige ontmoet. Hado shabab, shabab min la region del Tergist. Shabab li shafou bin l'mdina ou l'mintaqa dialhom doula mam kaddiash fiha. بين المنطقه ديالها واكلها العصا من حيث الرشوه وبغاو هما كشباب بغاو يديروا شي حاجه لهذه المدينه ديالهم وفكروا في هذه القضيه ديال صيفطوا دي فيديو في يوتيوب باش بور دينونسي هذا الشيء اللي كيوقع في المدينه ديالهم. راشيد فلالي مكنسي من ترانسبيرنسي ماروكو probeert de corruptie in zijn land bespreekbaar te maken. De Marokkaanse overheid kan volgens hem niet om de filmpjes heen. دابا هاد الجدار الحجه ثابته بانهم خداو والقياده ديال الدرك الملكي ما يمكن لها غير تقوم بالواجب ديالها بطبيعه الحال ماشي تعمل بحث ديالها باش تاكد وهذا عاود من حقوق المواطنين ملي يكون شي تهمه يكون تاكد من التصرفات اللي وقعت باش يتاكدوا بان هذا السلوك فعلي وباش تنزل عليهم العقوبه. ملي هادو ديال الترقيص طلقوا داكشي الجدرميه كلهم اللي كانوا تيبانوا في داك الفيديو شدوهم كان ما يقدروش يديروا حاجه اخرى. الدوله كانت لازم عليها تشدهم حيث بان الفيديو داروا في العالم كامل خرجوا في مجلات خرجوا في التلفازات اجنبيه دونك كان لازم عليهم يصيفطوهم قدام العداله. بحال هاد النوع الناس كي خاصهم يكون حقهم يديروا في حقهم قوانين زاجره اللي تخليهم يخافوا فوالا خاص يكون واحد النوع ديال واحد الخوف من العواقب ديال ديك اللي غنسمو حنا جريمه او جنحه. Helaas is met de komst van de filmpjes corruptie nog lang niet verdwenen. Advocaat Abdelatif Kunja schreef een open brief over de schrijnende corruptie onder rechters en daar heeft hij een hoge prijs voor betaald. Hada huwa al-maktab. المكتب ديالي المكتب اللي غلقوه وحرموني باش ما نزاولش المهنه ديال المحاماه اضطريت دابا اللوحه ديالي مغلوقه هنا كان المكتب كنت كنمارس محاماه هنا مده هي البدله مازال تحرمت منها وكنتمنى واحد النهار نعاود نلبسها شقت لها بزاف كنذكر الايام اللي كنت كنلبسها البدلة Het is misschien een schrale troost voor de advocaat, maar er bestaat sinds kort een kliklijn voor corruptie. Het is de eerste in de Arabische wereld. اما عن طريق الهاتف وعندنا رقم اقتصادي او يوصلوا لهنا او عن طريق الفاكس كيقدموا المشاكل ديالهم وعندنا اخصائيين هنايا اللي كيتسنتوا لهم كنا كنتوقعوا كنا كيسحبنا في الراس ديالنا بان غادي يشكرونا عليها وغادي يجيو بالفعل وغادي يصلحوا وكذا ويقول لكم انتم هما المواطنين الصالحين هكا خصهم يكونوا مغاربه ولكن العكس
قلنا لهم يبحثوا ما بحثوش، جايين شدونا وداروا لنا محاكمة ديال القرون 14 بحال محاكم التفتيش. محاكم التفتيش رغبونا، هدونا بالسجن، هدونا بجميع انواع ديال التهديد والارهاب. داروا لنا نفس الارهاب، ما كناش كنعسوا. كل واحد عنده مسؤوليه، خص من حقنا نقولوا له كيفاش تصرفتي في ديك المسؤوليه، علاش كان عندك هذا التصرف. وكل ما وصلناش لهذه النتيجه هذه، كل ما كيبقى محاربه الرشوه غير كافيه. وفي الوقت اللي نوصلوا لهذا المستوى هذا، ديك الساعه الديمقراطيه ماشي باش تبقى شعار، باش تكون ممارسه. لولا الانسان مؤمن بقضيته ونيته حسنه، كان ممكن يسجنه، كان ممكن يقتلوه، ممكن يقتطفوا لولاده. خاصة عندي ثلاثة ديال الولاد، وهذه أصغرهم سميتها منار، هذه ولدتها. أنا شطبوا عليا وهي ولدت، جات باش ما بقاش تائه وتقويني وترشدني للطريق. وبالفعل أنا مازال لحد الآن ماشي على الخط القويم، مؤمن به، سأستمر رغم هذا الشيء اللي عانيت منه. سأستمر، إن هذا واجب على كل مواطن، أنه يساهم في تخليق الحياة العامة، يساهم في محاربة الرشوة والفساد واستغلال النفوذ. هذا واجب، لأن الآباء ضحوا من أجلهم الأجداد، والآباء ضحوا من أجلنا، وحنا خصنا نضحي من أجلادهم. هاد لي جون هادو قاسوا الشعب المغربي بكامله، بجوج ثلاثه اربعه لي فيديو قاسوا الشعب كامله. والشعب بدا كيقول بان علاش انا مثلا ما نديرش بحال هكا، هذه طريقه وسيله لمحاربه الرشوه. وهذا علاش نقول بان هاد لوبيراسيون اللي داروا مهمه بزاف في التاريخ ديال المغرب. Morgen besteden onze collega's van Dichtbij Nederland opnieuw aandacht aan de corruptie. Zagen we ons het verhaal van Abdelatif Kanja. Samen met vier collega's sprak de advocaat zich in 2006 uit tegen de corruptie van rechters. Diezelfde rechters zetten hem vervolgens uit zijn ambt. PvdA-kamerlid Khadija Ariep is verontwaardigd over deze gang van zaken. Abdelatif Kanja sprak zich als advocaat uit tegen de corruptie in Marokko. Het gevolg was dat hij samen met vier collega's uit zijn ambt werd gezet. Gisteren deed hij in onze uitzending zijn verhaal. Tweede Kamerlid Khadija Ariep en advocaten Adrie van Streek hoorden Kanja's verhaal en willen in actie komen voor slachtoffers van de corruptie in Marokko. Ik weet dat Nederland en Marokko heel graag willen samenwerken. Ook van elkaars ervaringen willen leren. En ik vind de kwestie van Abdelatif erg belangrijk. En ik zou ook de minister van Justitie en de minister van Buitenlandse Zaken willen vragen of zij voor hem iets kunnen betekenen. Het gaat natuurlijk niet alleen om hem als individu, maar hij staat wel symbool voor de mensen die zich inzetten tegen corruptie. Ohibt nafsi wa'at annani سأستمر في محاربة الرشوة والفساد في البلد ما دمت حيا، إلا إذا قتلوني أو دخلوني للحبس. Een middel waar we altijd mee werken is de schrijfacties, waar wij alle advocaten in Nederland oproepen om brieven te schrijven naar de autoriteiten ter plekke. Dat is één ding. Vervolgens hebben wij contacten met de speciaal rapporteur van de Verenigde Naties, waar wij ook weer gaan aandringen op deze zaak. Het gaat om politieke druk, het gaat om persaandacht, het gaat om schrijfacties. En dat zijn de beproefde middelen die wij telkens kunnen gebruiken als advocaten in de wereld bedreigd worden.